أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم أذهب عني اللعين الله فقلت لا إله إلا الله أذهب عني اللعين الله فقلت لا إله إلا الله له كتابي وكفاني اللعين لك شكوري يا حفيظ يا معين حفيظ سدني عصمة وحظا وهب لي المعنى وهب لي اللفظ يا حي يا قيوم زهسه اللعين عن التوجه إلي لتعين يقيني اليقين إمساك لياد لم ترضه لي إنك المعطي الأياد أذهبت عني اللعين السرمداء بجاه افضل البرايا احمدا لي لا توجه ما يكون مفسدا لوجهك الكريم أبق الجسدا قلبي وروحي أبق انت الباقي لك اله الصبح كاتباقي يا حي يا قيوم كف كلما يسوء عن توجه لمسلما يا حي يا قيوم يا من أبقى كليتي ولي وهبت سبقا وجهت لي أثمان ما قد بعت وكل ما لم ترد لي قطعت ما هو تدري أبدا يا يا حي يا قيوم أنت الله ما هو تدري أبدا يالله يا حي يا قيوم انت الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين